بناء النصاب القانوني. أرجع دولة رئيس مجلس النواب الجلسة المقررة اليوم إلى يوم الأربعاء الواقع فيه 24/6/2015 الساعة 12:00. لا يعد هذا المشهد مفاجئا للمراقبين، فلأزيد من 20 مرة يخلف اللبنانيون موعد انتخاب الرئيس بعد عجز الساسة عن بلوغ النصاب القانوني المطلوب في هذا الاستحقاق. الفراغ الذي يعرفه منصب الرئاسة منذ سنة كاملة يجعل البلد يتعايش مع أزمة سياسية تهدد العمل المؤسساتي بالشلل. لازم يتحملوا كامل المسؤولية القانونية عن الفراغ، يتحملوا المسؤولية التاريخية عن الفراغ، يتحملوا المسؤولية عن تدهور كل الأوضاع وعن كل ما رح يصيب لبنان، لأنه هني بأنانيتهم ومصالحهم عم بيعطلوا مؤسسات الدولة اللبنانية. منصب الرئاسة في لبنان هو المنصب الرئاسي الوحيد في الشرق الأوسط الذي يشغله مسيحي تحت سند دستوري، وقد خلى هذا المنصب عقب انتهاء ولاية الرئيس ميشيل سليمان التي دامت 6 سنوات، ومنذ ذلك الحين والمنصب الرئاسي ضحية لتنحر سياسي متأثر بسياق خارجي مأزوم بشكل غير مسبوق. طال معطلين انتخابات يغيروا رأيهم ويجوا ينتخبوا رئيس، وتي يستيقظ ضمير الناس انه هذا البلد ما في عيش بلا رئاسي وعم نعرضه للخطر. بكل اسف نحن خاضعين لظروف واعتبارات ما لها علاقه بمصلحه الوطن. في ظل تحذيرات متقاطعه من تداعيات فراغ السلطه على الكيان الوطني في لبنان، تعجز الحكومه عن اتخاذ القرار بسبب اليه تلزمها بالخضوع للاجماع، فالخلاف الذي يميز النسيج السياسي في البلاد يحيل التوافق الى اسم بلا مسمى.